ممنوع السير في الاتجاهين. اتجاه ممنوع. ممنوع الدوران إلى اليسار. ممنوع الدوران إلى اليمين. ممنوع الدوران نصف دورة. ممنوع التجاوز. ممنوع التجاوز على الشاحنات. قف عند الحاجز. ممنوع مرور ذوات محرك ما عدا الدراجات النارية. ممنوع مرور جميع العربات التي تحمل محرك. ممنوع مرور الشاحنات. ممنوع مرور الراجلين. ممنوع مرور الدراجات الهوائية. ممنوع مرور العربة التي يجرها حيوان. ممنوع مرور العربة الفلاحية. ممنوع مرور العربات المجرورة باليد. ممنوع مرور الحافلات. ممنوع مرور الدراجات النارية. ممنوع مرور الشاحنات التي يزيد طولها عن 10 متر. ممنوع مرور العربات التي يزيد عرضها عن 2.5 متر. ممنوع مرور العربات التي يزيد ارتفاعها عن 3.5 متر. ممنوع مرور العربات التي يزيد وزنها عن 12 طن. ممنوع مرور عربة تحمل 2 طن على محور واحد. ممنوع تجاوز السرعة 60. طريق ذو اتجاهين. والأولوية لمن هو قادم. ممنوع استعمال المنبه الصوتي. ممنوع ترك مسافة أقل من 70 متر بين عربتين أثناء السير. ممنوع مرور العربات التي تحمل مواد متفجرة. ممنوع مرور العربات التي تحمل مواد ملوثة للمياه. ممنوع مرور العربات التي تحمل مواد سامة.
ممنوع على القطعان. هنا نقرأ ما هو مكتوب داخل اللافتة. ممنوع المرور إلا على السكان. ممنوع الدوران إلى اليسار على الشاحنات. ممنوع الدوران إلى اليمين على العربات التي يزيد وزنها عن 5.5 طن. ممنوع التجاوز على 150 متر. ممنوع التجاوز خلال 500 متر. ممنوع التجاوز تذكير. ممنوع التجاوز على العربات البطيئة. ممنوع التجاوز على الشاحنات التي يزيد وزنها عن 12 طن. ممنوع مرور الشاحنات التي يزيد وزنها عن 9 طن. ممنوع مرور الشاحنات لا للتوزيع. ممنوع مرور الشاحنات التي يزيد وزنها عن 19 طن من 9 مساء إلى 9 صباحا. ممنوع مرور الدراجات النارية من 8 مساء إلى 6 صباحا. ممنوع تجاوز السرعة 60 على بعد 500 متر. تبقت 500 متر على بدايات منع تجاوز السرعة 60. ممنوع تجاوز السرعة 60 خلال 500 متر. ممنوع تجاوز السرعة 60 خلال أوقات المطر. ممنوع تجاوز السرعة 60 على العربة التي تجر مقطورة. ممنوع تجاوز السرعة 60 باتجاه السهم. ممنوع الوقوف. ممنوع الوقوف من 1 إلى 15 في الشهر على اليمين. ممنوع الوقوف من 16 إلى 31 في الشهر على اليسار. بالتوفيق للجميع. لمزيد من الفيديوهات وليصلك جديدنا، اشترك على قناتنا وليد تيفي.